بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كثير فخور أكون بين أهلي والعزوة في محافظة الكرك، وأول زيارة بعد تحديات الوباء، فالحمد لله أنا بين أهلي بأول زيارات التواصل، فكل الشكر والتقدير لكم. الحمد لله وضع الوباء بتحسن شوي، وإن شاء الله الطلاب عم بيرجعوا للمدارس والجامعات. بدنا نطور الوضع الاقتصادي بأكثر سرعة، بدنا نحارب الوباء بجدية، وموضوع المطعوم مهم جدا، وأنا بتمنى مع كل أصدقائي هون أنه منشجع كل المواطنين ياخذوا الفاكسين. كلفت الحكومة أنه منركز على التحديات الاقتصادية والاجتماعية اللي أمام كل الأردنيين، ونستغل الفرص. الكرك بنعرف ما شاء الله تاريخيا بالنسبة للتصنيع، بالنسبة للسياحة، السياحة الدينية، الزراعة، فكل هدول الملفات إن شاء الله راح ننسق معكم ضمن برنامج تواصل الديوان والحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لأنه عنا فرص كثير. مشاريع كبرى بالتعاون مع إخواننا بالخليج، في فرص أيضا لأهلنا بالكرك والجنوب. أيضا الحمد لله التعاون والتنسيق بين عدد من الدول العربية، أنتوا شفتوا أنه في تعاون قوي بين الأردن، مصر والعراق سياسيا، لكن الهدف أنه نطور الأمور الاقتصادية بين الثلاث دول. إن شاء الله بوقت قريب جدا المشاريع الكبرى من العراق للأردن ومصر بتساعدنا كثير. الأسبوع الماضي أنا اجتمعت مع أخوي فخامة الرئيس محمود عباس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور الأردني والمصري لحماية إخواننا الفلسطينيين، ودورنا أيضا بالقدس لأنه هذا مهم جدا. فحمد لله الأمور عم تمشي باتجاه صحيح، لكن مطلوب من الأردن شغل كثير. التجارة مع الضفة الغربية عم بتحسن يوميا، لكن في فرص خلال هالأسابيع انه فعلا نفتح على بعض اكثر. انا حابب اسمع منكم، زي ما حكينا انه في برنامج تواصل بعد هذا الاجتماع مع رئيس الديوان والحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، حابين نسمع منكم افكاركم، لكن الاجتماع ما بينتهي اليوم. المتابعة بين مؤسساتنا معكم إن شاء الله من الآن لنهاية السنة، حتى ونحن طالعين من وباء كورونا نقدر نحط الأولويات أمام الجميع.